السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة ماث إنرجي. فيديو النهاردة يا شباب مكملين فيه مع طلاب القدرات سلسلة حل 85 نموذج الإصدار الأول. السؤال الأول بيقول ما قيمة سين في الشكل المقابل؟ طبعا يا شباب أنا عندي الزاويتين دول عبارة عن زاويتان متكاملتان، وطالما متكاملتان يبقى مجموعهم هما الاتنين يساوي 180 درجة. إذا كل اللي عليا هجمع الزاويتين وأساويهم ب180، يعني هقول 4 س زائد س زائد س يعني 2 س، كل ده بيساوي 180. طيب 4 س زائد 2 س يبقوا 6 س تساوي 180. احنا محتاجين قيمة س، اقسم بقى على 6 هنا وعلى 6 هنا، دول مع السلامة، يبقى س تساوي 180 تقسيم 6 يعني بتساوي 30. اذا الجواب رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول اكمل المتتابعة 8 9 11 14 18. طبعا ايها الطالب الجميل لو لاحظت كده هتلاقي المتتابعة كل شوية، الاول زادت 1، بعد كده زادت 2، بعد كده زادت 3، بعد كده زادت 4، لان 8 بقت 9 زادت 1، 9 بقت 11 زادت 2، ال 11 14 زادت 3، وال 14 18 زادت 4. يبقى اذا الحد اللي جاي هيزيد 5، يبقى أزود 18 زائد 5 يعني بتساوي 23. إذن الجواب رقم ألف. السؤال اللي بعده بيقول ذهبت فاطمة في رحلة مع صديقاتها وكان إجمالي عدد الطلاب 15 طالب وعدد المدرسين 2، سعر تذكرة الطفل 3 ريال بينما سعر تذكرة البالغ 5 ريال، أوجد المبلغ المدفوع. ناخد بالنا يا شباب إن هو قال تذكرة الطفل 3 ريال وانا عندي 15 طفل، يعني 15 ضرب 3 زائد عندي كم معلم، عندي 2 معلمين، وتذكرة المعلم 5 ريال اللي هو الشخص البالغ، يبقى 2 ضرب 5. اجمع بقى وشوف المبلغ المدفوع، 3 ضرب 15 يعني 45 زائد 2 ضرب 5 يعني 10. نجمع بقى 45 زائد 10 يعني 55. اذا الجواب رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول أوجد مساحة المستطيل علما بأن نصف قطر الدائرة بيساوي 4. طبعا يا الطالب الجميل لو نص قطر الدائرة 4 يبقى قطر الدائرة كله اللي هي المسافة دي يساوي 4 زائد 4 يعني 8. إذا عرض المستطيل يساوي 8. طب طول المستطيل هجيبه إزاي؟ هجيب مجموع الأقطار الثلاثة بالشكل ده أيها الطالب الجميل، يبقى 8 زائد 8 زائد 8 يعني 24. يبقى إذا أصبح طول المستطيل عندي 24 وعرض المستطيل 8. طب ما أنا عندي قاعدة مساحة المستطيل بتساوي الطول ضرب العرض، يعني 24 ضرب 8. نضرب بقى 4 ضرب 8 32، 2 ومعايا 3، 2 ضرب 8 16، 16 زائد 3 19. إذا الإجابة رقم د 192. السؤال اللي بعده بيقول كم عدد أولي من 20 إلى 30؟ طبعا يا شباب نحسب مع بعض كده الأعداد الأولية من 20 إلى 30. 21 طبعا ليس أوليا، 22 ليس أوليا، 23 أولي، 24 ليس أوليا، 25 ليس أوليا، 26 ليس أوليا، 27 ليس أوليا، 28 ليس أوليا، ولكن العدد 29 هو كمان عدد أولي. ونفتكر مع بعض يا شباب تعريف العدد الأولي هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه، إلا على نفسه وعلى الواحد الصحيح، يعني عدد له عاملان فقط. فلو بصينا لل 23 هنلاقيه بيقبل القسمة بس على نفسه وعلى الواحد الصحيح، 29 نفس الكلام برضو يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد الصحيح. إذا عندي عددين بس من 20 إلى 30، يعني الجواب رقم د. السؤال اللي بعده بيقول إذا كانت نسبة مساحة مربع إلى دائرة 1 إلى 4، فإن طول ضلع المربع لنص قطر الدائرة يساوي كام؟ أولا أيها الطالب الجميل أنا عندي مساحة المربع تساوي طول الضلع في نفسه، فلو مساحة المربع بتساوي 1 يعني طول ضلعه هو جذر الواحد يعني بيساوي 1. طيب لو مساحة الدائرة قانونها طه نق تربيع بيساوي 4، يبقى عندي يا شباب طه نق تربيع بيساوي 4. طب لو احنا عايزين نق اقسم على طاء وهنا كمان على طاء، يعني نق تساوي الجذر التربيعي
لأربعة على طاء ليه يا شباب؟ لأن أنا عندي نق تربيع بيساوي أربعة على طاء، فأنا عايز محتاج نق. خلاص خد الجذر، جذر الأربعة يساوي اتنين، وجذر الطاء سيبها زي ما هي. يبقى كده يا شباب عندي طول ضلع المربع جبناه يساوي واحد، وطول نق للدايرة اللي هو اتنين على جذر طاء. طيب في السؤال هو عايز النسبة بين طول ضلع المربع اللي هو واحد إلى نص قطر الدايرة اللي هو اتنين على جذر طاء. طبعا يا شباب في حالة القسمة بنقلب التقسيم إلى ضرب، يعني المسألة هتصبح واحد ضرب جذر طاء على اتنين، يعني بتساوي جذر طاء على اتنين. الجواب رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول أوجد قيمة الزاوية د. طبعا يا شباب أنا عندي الشكل ده على حسب الرسم هو معين، ففي المعين كل زاويتان متقابلتان متطابقتان، ده معناه إن زاوية د هي كمان بتساوي 4 س، وزاوية ج بيساوي 5 س. ومن خصائص الشكل الرباعي إن مجموع قياسات زواياه كلها بتساوي 360، ده معناه إن مجموع الزوايا اللي هم 5 س زائد 5 س زائد 4 س زائد 4 س كل ده بيساوي 360. نجمع السينات مع بعض يا شباب، 5 زائد 5 10، 10 زائد 4 14، 14 زائد 4 يبقى 18 س، كل ده بيساوي 360. طب احنا محتاجين قيمة س، نقسم بقى على 18 هنا وعلى 18 هنا، دول مع السلامة، يبقى س تساوي 360 تقسيم 18. طبعا يا شباب 36 على 18 2 والصفر ينزل، يعني س بتساوي 20. طب خلي بالك ان هو في السؤال بيقولك اوجد قيمة الزاوية د، ما هي الزاوية د احنا اتفقنا ان هي بتساوي 4 س، وس ب 20 يعني د تساوي 4 ضرب 20 يعني بيساوي 80. اذا الجواب رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول آلة تنتج 28 علبة في الدقيقة وأخرى تنتج 18 علبة في الدقيقة، فإذا أنتجت الأولى 336 فكم تنتج الثانية؟ طبعا يا شباب المسألة هنا هنحلها بخطوتين. الخطوة الأولى هو إيجاد قيمة الجزء الواحد، وده هنجيبه إزاي أيها الطالب الجميل؟ زي ما درسنا في سلسلة التأسيس، هو هنا محدد لي إن الأولى بتنتج 336، يعني هقسم ال 336 على إنتاج الأولى في الدقيقة الواحدة اللي هي 28، والناتج اللي يطلع أضربه في إنتاج التانية اللي هو 28. نقسم بقى 33 على 28 فيها الواحد ويتبقى 5، بقت 56 على 28 فيها الاتنين. آخد بقى قيمة الجزء ده يا شباب وأضربه في إنتاج التانية اللي هو 18، اضرب بقى 12 ضرب 18. انت مش محتاج تجري عملية الضرب بالكامل، لان لو ضربت الاحاد في الاحاد 2 ضرب 8 16، يبقى انت محتاج الاجابة اللي رقم الاحاد فيها هو 6، اذا الاجابة 216، الجواب رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول رجل اشترى آلة حاسبة وكتاب وكان سعر الكتاب 3 امثال سعر الحاسبة، فاذا كان مجموع ما دفعه 204 فكم سعر الكتاب؟ طبعا يا شباب احنا ممكن نحل المسألة دي بالنسب 3 إلى 1 اللي هو الكتاب إلى الحاسبة، أو ممكن نعمل معادلة. يعني لو عندك مثلا سعر الحاسبة وليكن هنسميه س، إذا سعر الكتاب هيكون 3 س، لأن هو قال في السؤال إن الكتاب 3 أمثال الحاسبة. طيب هو دفع كام؟ دفع 204، يعني س زائد 3 س يساوي 204. طيب نجمع يا شباب، يبقى 4 س تساوي 204. طب انت محتاج قيمة س، اقسم بقى على 4 هنا وعلى 4 هنا، دول مع السلامة، يبقى س تساوي 20 تقسيم 4 يساوي 5، و4 تقسيم 4 يساوي 1. ده طبعا يا شباب هو سعر الحاسبة. طيب احنا بقى محتاجين سعر الكتاب، يبقى هضرب سعر الحاسبة ده في 3، لأن الكتاب يعتبر 3 أمثال الحاسبة. اضرب بقى 3 ضرب 1 يساوي 3، و3 ضرب 5 يساوي 15، يعني الجواب رقم ج 153. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان مساحة المربع الصغير بتساوي 8 فأوجد مساحة مربع الكبير. طبعا يا شباب عشان نجيب مساحة المربع احنا محتاجين طول الضلع. طيب هو مديك طول ضلع المربع الصغير ده، هو يا شباب القطعة دي كده بيساوي جذر 8. طيب ما هي القطعة دي عبارة عن طول نص القطر بتاع الدايرة دي زائد نص قطر الدايرة دي، يعني هو طول قطر الدايرة. فلو كملنا يا شباب الدايرة كده، ادي نص قطر كمان وهنا كمان نص قطر، يبقى اذا هيديني طول ضلع المربع الكبير اللي هو هيكون جذر 8
ليه يا شباب؟ جذر 8 جذر 8، لان مساحة المربع الصغير 8، فيبقى طول ضلع المربع اللي هو القطعة دي كده بيساوي جذر 8، وعندي هنا نق وهنا نق كمان، يعني كمان جذر 8. اذا بتساوي 2 جذر 8. ده مين يا شباب؟ ده اصبح طول ضلع المربع الاكبر. طب احنا بقى عايزين مساحة المربع ده يا شباب. طبعا مساحة المربع بيساوي طول الضلع في نفسه، يعني 2 جذر 8 ضرب 2 جذر 8. نضرب ازاي؟ 2 ضرب 2 يساوي 4، ضرب جذر 8 ضرب جذر 8 يساوي 8، 4 ضرب 8 يساوي 32، يعني الجواب رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول: ما مساحة الدائرة التي معادلتها س تربيع زائد ص تربيع ناقص 6 بيساوي 0؟ طبعا يا شباب دي معادلة دايرة تمر بنقطة الأصل، يعني أصل المعادلة لازم يكون على صورة س تربيع زائد ص تربيع بيساوي ار تربيع اللي هو نصف القطر، فهنودي السالب 6 الناحية التانية تبقى موجب 6. موجب 6 ده يا شباب هو نق تربيع اللي هو نصف القطر تربيع بيساوي 6. طب أنا عايز نق بس، يبقى نق بس بيساوي جذر 6. طب المطلوب في السؤال مساحة الدايرة اللي هو قانونها الجميل طه نق تربيع، وعندي نق بيساوي جذر 6، يعني جذر 6 تربيع ضرب طاء. جذر 6 تربيع يعني بيساوي 6، 6 ضرب طاء بيساوي 6 طاء. إذن الجواب رقم أ. السؤال اللي بعده بيقول: أوجد مساحة الجزء المظلل. طبعا يا شباب احنا هنجيب هنا مساحة ربع الدايرة وننقص منها مساحة المستطيل يديني مساحة الجزء المظلل. يلا مع بعض نجيب مساحة ربع الدايرة اللي هو القانون الجميل مساحة الدايرة ط نق تربيع، وأنا عايز ربع الدايرة يبقى على 4. طيب سيب ط زي ما هي واضرب في نق، نق عندنا يا شباب نص قطر الدايرة أهو اللي هو 4 زائد 6، المنطقة دي يعني 10، 10 تربيع ب100، كل ده على كام؟ على 4. طبعا المية مع الأربعة هيوحشونا يبقى فيها 25، يعني مساحة ربع الدايرة بيساوي 25 طاء. زي ما اتفقنا يا شباب هنقص منها مساحة المستطيل. طب مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ بتساوي الطول ضرب العرض. الطول عندي 8 والعرض 6، يبقى 6 ضرب 8 يعني 48. اذا الجواب 25 طاء ناقص 48، الجواب رقم د. السؤال اللي بعده بيقول: 3 على جذر 3 ناقص جذر 27 على 3. مع بعض كده يا الطالب الجميل، المسألة عندي 3 على جذر 3 ناقص جذر 27 على 3. ايه رأيكم يا شباب لما نبسط المسألة ونبسط الجذر 27 دي نخليها 3 جذر 3؟ يعني أصبحت المسألة 3 على جذر 3 ناقص 3 جذر 3 على 3. نشيل التلاتة الجميلة مع التلاتة اللذيذة، يبقى يتبقى عندي 3 على جذر 3 ناقص جذر 3. طيب ايه رأيكم لو ضربنا الجزء الأول ده يا شباب في جذر 3 على جذر 3 عشان نتخلص من وجود الجذر في المقام؟ جذر 3 ضرب جذر 3 يصبح 3، تروح مع التلاتة اللي فوق، يبقى يتبقى عندك في المسألة جذر 3 ناقص جذر 3، يعني بتساوي 0. إذن الجواب رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول: إذا كان 1 على س زائد 1 على ص بيساوي 4 وس زائد ص بيساوي 6، أوجد قيمة س ضرب ص. طبعا يا شباب المعادلة الأولى اللي هي 1 على س زائد 1 على ص بيساوي 4 ممكن جدا أوحد المقام عن طريق إن أنا أضرب المقامين دول في بعض وبعدين أعمل ضرب تبادلي، فتصبح المعادلة على الصورة. خلي بالك أهو الطالب الجميل، س ضرب ص هكتبها في المقام كما هي وابدا اعمل ضرب تبادلي، ص ضرب 1 يساوي ص زائد س ضرب 1 يساوي س، كل الكلام الجميل ده بيساوي 4. طب انا عندي في المعطيات مديني س زائد ص بيساوي 6، يعني اقدر اشيل البسط ده كله واكتب 6 في البسط على س ص، كل ده بيساوي 4. طيب الاربعه دي مقامها 1 وممكن جدا اعمل ضرب تبادلي، يعني 4 س ص يساوي 6 ضرب 1 يساوي 6. طب احنا محتاجين قيمة س ص، اقسم بقى يا الطالب اللذيذ على 4 هنا و4 هنا، دول مع السلامة، يبقى س ص بتساوي 6 على 4. طبعا مش هتلاقيها في الاختيارات، انت محتاج ابسط صورة، يعني تقسيم 2 فوق وتحت، يبقى الناتج 3 على 2، الجواب رقم د. السؤال اللي بعده بيقول: اذا كان م يساوي س على 7 زائد 10 وكانت س تساوي 96، فما قيمة م؟
طبعا هي الطالب الجميل دي مسألة تعويض مباشر، كل اللي انا هعمله هشيل قيمة س واحط 96 في المعادلة، يبقى اصبحت المعادلة م بتساوي س ب96، 96 على 7 زائد 10. ونبدأ نقسم بقى 96 على 7 على جنب كده. طبعا يا شباب 9 على 7 فيها الواحد، 1 في 7 ب7، من 9 يتبقى 2، اصبحت 26. 26 تقسيم 7 اقرب حاجة ليها التلاتة، عشان 3 ضرب 7 يساوي 21، تعمل طرح يتبقى 5، تزود لها صفر وعلامة فوق، يبقى 50 تقسيم 7 يساوي 7، لان 7 ضرب 7 49، يعني تقريبا الناتج اصبح 13.7 زائد 10، يعني 23.7 تقريبا. طيب يا شباب 23.7 لو عايز اقربها الى اقرب عدد صحيح، لان كل الاختيارات عندنا بالاعداد الصحيحة، السبعة تزود التلاتة زي ما خدنا في ابتدائي تخليها 4، يعني 23.7 تقريبا تساوي 24، يعني الجواب رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول لك الجذر التربيعي للجذر التربيعي ل 64 ضرب 64 ضرب 64 ضرب 64. طبعا المسألة دي يا شباب زي ما اتفقنا بنحلها من الداخل إلى الخارج، يعني هاخد الأول الجذر التربيعي الصغير ده لل 64 اللي مضروبة في بعضها، يعني هتصبح 8 ضرب 8 ضرب 8 ضرب 8، وده لأن الجذر التربيعي يمكن توزيعه على عمليات الضرب. يبقى أصبحت المسألة يا شباب الجذر التربيعي ل 8 ضرب 8 ضرب 8 ضرب 8، كل 8 من دول يا شباب هيطلعوا لي بره الجذر ب 8 واحدة، يعني أصبحت المسألة عندي 8 ضرب 8 يعني 64. طبعا يا طالب الجميل 64 مش موجودة في الاختيارات، ولكن موجود عندك 2 أس 6، ما هي 2 أس 6 دي يعني 2 في نفسها 6 مرات، يعني برضه بيساوي 64، إذن الجواب رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان 8 أس تلت س زائد 2 بيساوي 128 فأوجد قيمة س. طبعا أيها الطالب الجميل إحنا عندنا مبدأ من مبادئ الأسس إن في حالة الضرب بجمع الأسس، يعني أنا ممكن أحذف 8 أس تلت س زائد 2 دي وأخليها 8 أس تلت س ضرب 8 أس 2. ليه يا شباب؟ لأن في حالة الضرب بجمع الأسس، فكده أنا ما غيرتش شيء في المسألة، كل ده بيساوي 128. طب انا ليه عملت كده؟ علشان احذف ال 8 اس 2 دي اللي هي بتساوي 64، فاقسم هنا على 64 وهنا على 64، دول مع السلامه. يبقى اصبحت المساله 8 اس تلت س تساوي 128 على 64 يعني 2. طب ايه رايكم يا شباب بقى ان انا اكعب الطرفين عشان اخلص من التلت دي؟ يعني أصبحت المسألة، أو مثلا أرفع التمانية دي لأس تلاتة، فأصبحت المسألة 2 أس تلاتة، الكل أس تلت س تساوي 2. طالما الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس بيساوي الأس. طب أنا أشيل التلاتة الجميلة مع التلاتة اللذيذة، يبقى أصبح عندي إن الأس هنا عبارة عن س، والأس هنا خلي بالكوا يا شباب عبارة عن واحد، يعني س بتساوي واحد، إذن الجواب رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان عمر زياد من مضاعفات العدد 8 وقبل 4 سنوات كان من مضاعفات العدد 7، فإن كان عمره لا يتعدى 35 سنة فكم عمره الآن؟ طبعا يا شباب كلمة لا يتعدى 35 سنة يبقى لازم يبقى عمره أقل من 35 سنة أو يساوي 35، ده رقم واحد. رقم اتنين بيقول لك من مضاعفات 8، يعني عمره حاليا من مضاعفات العدد 8، يعني دور في الاختيارات على الأعداد اللي من مضاعفات 8، عندك ال 32 وعندك ال 16. طيب نشوف الشرط الثاني، وقبل 4 سنوات كان عمره من مضاعفات 7، يعني قبل 4 سنوات من مضاعفات 7، هتشوف مين بقى في العددين دول اللي لو طرحت منه 4 يقبل القسم على 7. تلاقي عندك ال 32 لو طرحنا منها 4 يديني 28، 28 من مضاعفات 7، نعم إذن الإجابة بالفعل هو العدد 32. تاني يا شباب لأن 32 ده يقبل القسم على 8، ولو طرحت من 32 4 يديني 28، و 28 يقبل القسم على 7. السؤال اللي بعده شخص وزنه 70 كيلو جرام يحرق 65 سعر في 8 دقائق، إذا أكل وجبة فيها 260 سعر فكم يحتاج من الوقت بالدقائق كي يحرقها؟
طبعا ايها الطالب الجميل، انا عندي هو بيحرق 65 سعر حراري كل 8 دقائق. طيب الوجبة اللي هو اكلها فيها 260 سعر حراري، يا ترى هيحرقها في كام في سين؟ واضح جدا ان المسألة عندنا تناسب طردي، يعني هكتب سين بتساوي المقابل لسين في الضرب التبادلي ينزل في المقام اللي هو 65، وفي البسط هضرب 260 ضرب 8. وبعدين يا الطالب الجميل تقدر تختصر ال 260 مع ال 65 مرة واحدة، تقسيم 65 فيها الواحد و 260 تقسيم 65 فيها الأربعة. بعد كده نضرب بقى 4 ضرب 8 يساوي 32. إذن الجواب رقم ألف. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا من أفكار المسائل اللي وردت فيه. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك واشتراك للقناة، واستناني إن شاء الله الفيديو اللي جاي مكملين مع بعض حل 85 نموذج الإصدار الأول. ودمتم جميعا بخير.